مساء الخير مشاهدينا، صار وقت اللوتو. أهلا وسهلا بكل الأشخاص يلي ناطريننا لحتى يتابعوا معنا الليلة السحب رقم 2072 لتاريخ الخميس 5 كانون الثاني 2023. بداية بدي أقول دايم للجميع إن شاء الله كل عيد اختاص وأنتوا بألف خير. ليلة الجوائز معنا كلها حرزانة، صحيح ربحت المرتبة الأولى بالسحب الماضي، ولكن راجعين مبلشين الليلة مع جائزة أكثر من 2 مليار ليرة، وقيمتها لليوم على الأد 2,178,923,245 لبنانية. هيدا بالنسبة للمرتبة الأولى، ونتمنى أنه اليوم كمان نقول مبروك لرابح بهيدي الجائزة مش غلط أو أكثر. بالنسبة للمرتبة الثانية ما في تراكم، والجائزة بتبلش حوالي 400 مليون ليرة، وإذا ربحت نعرف قيمتها على الأد. أما زيد مثل العادة 75 مليون ليرة. حظ موفق للجميع، يعني لحتى تدخلوا معنا بفرصة الربح عليكم بالقليل تكونوا لاعبين شبكة واحدة لوتو، وكل ما كترتوا شبكاتكم كل ما ضعفتوا فرصكم بالربح. طبعا قبل ما ننتقل للمكنة بدي أذكركم أنه على طول الإشراف على سحوباتنا بيتم من قبل مندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وسحوبات اللوتو اللبناني أستاذ وسام جوني. مساء الخير وسام. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله. فورا منبلش أنا وياك بالسحب وإلى المكنة. عن جديد رقم السحب 2072، شيكوا على شبكاتكم وكلنا بانتظار المكنة لنشوف شو رح تختار من أرقام لسحب اليوم. هودي هن الطابات 42 وبس رح ينزل منهم 7. بلشنا أول طابة لليوم 32، الطابة الثانية 42، الطابة الثالثة 30، الطابة الرابعة 23، الطابة الخامسة 8، الطابة السادسة 25، أما الطابة السابعة الإضافية حداش. المكنة اختارت أرقام اللوتو لسحب اليوم، يعني 6 طابات أساسيات، طابة 7 إضافية مخصصة للجائزة الثانية. عم ترجعوا تشوفوا التركيبة قدامكم على الشاشة، نتمنى أنه أكبر عدد منكم يكون لاعب من هودي الأرقام، يعني يمكن يكونوا هالأرقام يلي بتلعبون على طول أو عشوائيا أول مرة مختارينهم، على أمل أنه أكبر عدد يكون صايب منهم. هلا رح نتابع أنا وياكم مع سحب زيد وإلى المكنة. مع زيد رح نشوف رقم مؤلف من 5 طابات. منبلش مع أول طابة 9، الطابة الثانية 2، الطابة الثالثة 8، الطابة الرابعة 4، والطابة الخامسة 9. إذا 9 4 8 2 9 94 1829، هيدا الرقم الرابح لسحب زيد لليوم. مشاهدينا، يعني زيد دايما بيرافق اللوتو بأعلى الشبكة، أنتم عليكم تكونوا داخلين معنا بالسحب بمجرد ما تدفعوا بس 2000 ليرة على سعر شبكة اللوتو، بيكون عندكم فرصة إضافية أنكم تربحوا إذا ما توفقتوا باللوتو. هلا من بعد ما شفنا أنا وياكم الأرقام الرابحة لللوتو ورقم زيد رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع لكم معنا. عن
جديد مشاهدينا، رجعنا معكم لحتى نتابع القسم الثاني من حلقتنا لليوم. هلا صار وقت نشوف اذا في عنا رابحين، ان كان بالمرتبه الاولى بالمرتبه الثانيه وزيد كمان بالمرتبه الاولى. يعني رح ارجع اذكركم، الاولى الليله كانت حوالي 2,200,000,000، الثانيه 400,000,000، وزيد كالعاده 75,000,000 ليره. هلا شفنا ارقام اللوتو، رح نرجع ناكدكم منهم قبل ما ننتقل للتابلو، ولكن هالمره مع استاذ بسام. تفضل استاذ بسام. سحب اللوتو رقم 2072 لنهار الخميس 5 كانون تاني 2023، حمل الارام الستة التالية 32 42 30 23 8 25، والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 11. ميرسي وسام، يعني شقوا لك الليلة، بنقول مبروك مرتبة أولى إن شاء الله. خلينا نشوف بالتابلو، إلى تابلو اللوتو. أولى ثانية، فرجونا. ما في أولى، ولكن في شبكة واحدة لحالة بتربح بالمرتبة الثانية. ألف مبروك، الجائزة 469,679,000 ليرة. بالمرتبة الثالثة في عنا 22 شبكة، كل شبكة بتربح 10,258,000 ليرة. بالرابعة في عنا 1,111 شبكة، واحد 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 واحد، كل شبكة بتربح 203,000 ليرة. بالخامسة في عنا 17,060 شبكة، كل شبكة بتربح 32,000 ليرة. خي شحلوا الربح، مبروك للجميع. بدنا نعرف انا وياكم الثانية اليوم من وين ربحت. ميني ماركت معتوق حروف جنوب، الف مبروك للرابح. يعني ان شاء الله تكون عم تتابعنا مباشرة على الهواء، وان شاء الله بتتهنى بالمبلغ اللي صار لإلك او لإلك من اللوتو اللبناني. ما خلصنا، رح نتابع هلا مع الرقم الرابح لزيد، بنرجع بنتأكد منه وبنشوف من بعد التابلو. إلك وسام، تفضل. سحب زيد رقم 2072 لنهار الخميس 5/1/2023، حمل الرقم 94,829. شكرا وسام. زيد 75,000,000 ليرة، فرصة إضافية للربح. حدا ربح؟ تابلو زيد. أولى، أربع أشخاص بيربحوا معنا بالمرتبة الأولى، ألف مبروك. ال 75,000,000 ليرة بتتقسم على الأربعة، وكل شبكة بتربح 18,750,000 ليرة. مبروك، كل شبكة بتنتهي ب 4829 بتربح 900,000 ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 829 بتربح 90,000 ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 29 بتربح 8,000 ليرة. يعني مش بس إذا صبتوا الرقم كامل بزيد بتربحوا، حتى إذا صبتوا آخر رقمين، آخر ثلاث أرقام أو آخر أربع أرقام. الأربع شبكات بزيد من وين ربحوا؟ أول وحدة ميني ماركت حاج بشمس زين الكورة، الثانية لوتو حمود بيروت، الثالثة اي كواليتي صور، الرابعة مؤسسة مراد الأشرفية. ألف مبروك للرابحين معنا، وعقبال ما يوصل الدور للجميع خيشة حلو الربح. يعني قد ما نقدر نبسطكم باللوتو نحن منكون كمان مبسوطين. هلأ بدنا نشوف بالنسبة لسحب الأسبوع الجاي إن الله راد قدي رح بتكون المرتبة الأولى، بما أنه اليوم مرة ربحيته كانت 2,200,000,000 تقريبا. أستاذ بسام قدي رح بتصير؟ بتصير حوالي 2,800,000,000. والثانية؟ والثانية حوالي 450,000,000. وزيد؟ وزيد 75. شكرا لحضورك معنا اليوم استاذ وسام. ميرسي. إذا مشاهدينا مثل ما سمعتوا عندكم مرتبة أولى بانتظاركم، 2,800,000,000. كتروا شبكاتكم ولاقونا على 7:30 مثل العادة. التنين إلى اللقاء.